مثال موضوع حكايتنا ليلى ربما غادي تقولوا بلي انه فايت دايز شفتوه في القناه، ولكن لا، لاخيش احداث قصتنا شيء اللي هو مغاير. وربما غادي تقولوا واش فعلا كاين هذا النوع من العائلات ولا لا. فاش غادي تسمعوا حكايه ليلى غادي تفهموا شنو كان قصد. المهم نتوما وجدوا غير شي جلسه واجوا تستافدوا من عبره ليلى. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد. اللي في شي عطله بصحه وراحه، واللي ما خارج شي عطله انا الونيسه ديالكم في الوحده ديالكم. غير باش تعرفوا الحلقه ديال اليوم ها هي فين تسجلات، ولكن الباح ما خدمش ليا الميكرو فاضطريت انني نعاودها دابا وندير لها المونتاج دابا ونحطها لكم دابا باش نتوما كتشوفوها. المهم غير باش تعرفوا المجهودات اللي كندير معكم، خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا وجدان كنتمي لعائله متوسطه الحال ولله الحمد، ماشي ما لاقينش ما ناكلو وماشي فلوس شيطان علينا، حنا عائله عاديه جدا. بابا كان تعيش في دوله اوروبيه خدام، ما عرفش شنو كان خدام انا داك في الصراحه حيت كنت صغيره. ماما كانت خدامه في واحد الشركه، ولكن بلاتي خليني نقول لكم هو الاول كيفاش تزوجوا والديا. ماما وبابا كانوا ولاد نتاع الدرب وتيقراو في نفس الثانوي، من بعد بابا خرج للخارج وماما كملت قريتها وخدمات. حتى لواحد النهار غادي تلاقاو صدفه في المدينه، ماما كانت كتسنى الطاكسي وبابا كان دخل ديك الساعه المغرب دار شي حديث في الطوموبيل ديالو، وكان حتى هو واقف كيتسنى طاكسي، شافها عرفها. سلام سلام لاباس بخير تزوجتي لا مازال؟ واش تزوجوا؟ مرحبا. كان تيصحاب ليها غير تيضحك. هكذا بدات القصه. دازت شويه ديال الوقت حتى لقاته جايب والديه اللي كانوا تيعرفوا والديها. انا ذاك كان واحد المشكل قبل ماما ما تزوج بابا، فرسالات قريتها ويلا خدمات كانت تدير الرياضه، كانت تما ولوعه بها. حتى لواحد النهار غادي طيح على الحوض ديالها وما داتهاش في ديك الطيحه، حتى بدا كيخمج ليها لتحت نتاع العمود الفقري، حتى غادي يولي ليها سرطان. فتحت عليه ودارت شيميو وطاح ليها الشعر وكاع دوك المراحل دوزاتهم، كان عندها واحد التومور اللي كانت خايبه. فالاطباء بدورهم كانوا تيقولوا لباها اللي هو جدي الله يرحمه هزوها وديوها راه غادي تموت، حيت السرطان ديالها خايب وجا في واحد البلاصه اللي هي خايبه. ولكن الحمد لله شافها الله وداوات وعاود طلع ليها الشعر ورجعت كيف ما كانت ورجعت حتى لخدمتها. وهي فاش تلاقات مع بابا، فاش تلاقات به غادي تعاود ليه هادشي كله وقالت ليه بلي انا وهذا المرض اثر ليها على الوالده ديالها وبلي انها عمرها ما غادي تولد. قال لها ماشي مشكل انا قابله عليك. فهي قبل من بابا خطبها شحال من واحد، ولكن فاش كانوا تيعرفوا بلي انها ما تقدرش تولد كيمشيو في حالهم، ولكن بابا بغاها كيف ما هي، وخصوصا انه كان تيعرفها من قبل من صغرها وعرف التربيه ديالها فبغاها وقال لها ولدنا هو هذاك، ما ولدناش ماشي مشكل. هي بقات كتقول بلي انه بحال داك الجميل اللي دار معها بابا انه قبلها بالمرض ديالها وبلي انا ما كتولدش غادي تبقى هازاه ليه فوق من ظهرها حياتها كلها. تزوجوا وداروا العرس في شهر 8 في 1995، وانا غادي نتزاد في شهر 5 في 1996، يعني بالضبط 9 شهور على الزواج ديالهم. اول علاقه ديالها مع بابا غادي تحمل بيا، يعني هنا كانت القدره الالهيه. الطبيب كان تيقول ليها علميا راه الرحم ديالك محروق ومستحيل انك تولدي، لكن سبحان الله عاوتاني من بعد قالوا لها عندك بيبي مشوه لا غادي يخرج معاق، واما غادي تموتي انت او لا غادي يموت لك هذا البيبي. بابا كان كيقول ليها سيدي ربي كرمنا بهذا البيبي، يعني كيف ما خرج غادي نتقاتلوا معاه. علميا لا انا لا ماما كان خصنا نعيشوا، ولكن القدره الالهيه اختارت حكمه وحده اخرى اللي كانت من فوق من كل شيء. غادي نتزاد وكل شيء كان بخير، وانا كنت عكس شنو كانوا كيقولوا الاطباء، وحتى شي حد فينا ما وقعت ليه شي حاجه. الحمد لله تزادت بصوره اللي هي مكموله، فرحوا بيا والديا. من موراها بابا بقى غادي يجي لديك الدوله الاوروبيه، لكن واحد الوقيته غادي تقطع الخبر ديالو. اصلا كان خدام غير على قد الحال وما كانوش عنده الوراق وما كانش خدام في شي شركه اصلا باش هما يقادوهم ليه. 15 عام هو تما ما عنده حتى شي ورقه كتبث بلي انه راه كان تما. كان خدام وعمره ما صيفط لماما درهم، وهي مسكينه كانت كتخدم في الصباح في خدمتها وبالليل كتخدم في واحد المعمل، وكتخرج الصباح بكري دير الميناج في واحد البيروات قبل ما يجيو الناس يخدموا باش تقدر توفر ليا ليكوش والحليب وكاع الحوايج ديالي. وكانت كتقول لوالديها ولدارهم بلي انه راجلها اللي هو بابا كان تيصيفط ليها باش تكبر به. بقات عايشه على هذا الموال 5 سنين من مورا حملات بخويا اللي كلشي عاوتاني تيقول ليها بلي انه ما يمكنش، يا اما غتموت يا اما غيموت يا اما غادي تخرج فيه شي حاجه. لكن الحمد لله خويا تزاد حتى هو بصوره كامله وما فيه حتى شي عيب. بابا ملي شاف خويا تيكبر وانا بديت في مرحله المراهقه قال ماما انا غادي ندخل بمره المغرب، غادي نجلس نربي معاك الدراري وراه راني جامع شي بركه ديال الفلوس، غادي نجي ندير شي شركه ونخدم على اولادي. قالت ليه اه بكل فرح. ايضا ديما كانت تقول ليه اذا بغيتي حنا نجيو لعندك، زعما ما كاينش مشكل راه نجيو، ولكن هو ككل مره كان تيرفض لا ما عندكم ما ديروا تما.
جمع فلوس وقشو كامل ودخل بمرة المغرب. منين بابا جا سكن معانا ولا هو المثل الأعلى ديالي، لدرجة أنه ماما إذا بغات تدعي معايا كانت تقول لي الله يعطيك شي راجل بحال باباك. بابا ولا غلط، الكمال لله، ولكن بابا كان تيبان لي القدوة ديالي في بزاف ديال الحوايج. كيدوي معانا كيتناقش معانا بالشوية وبالهدوء، وكانت فهمه غير بالعينين، لدرجة أنه إذا وقع شي نقاش ما بيني وما بين ماما ولا حتى ما بيني وما بين خويا تمشي كنعاود كل شي لبابا. فعلا كان هو المثل الأعلى ديالي، ما كنت كنقدر ندير حتى شي خطوة للأمام إذا بابا ما كانش راضي عليها. كان كيجي لعندي وكيقول لي بنتي الزنقة ما عندك ما تديري فيها، الخروج مع البنات كذلك. وأنا بطبيعة الحال كنت تنسمع الهضرة ديالو أكيد بعيني مغمضين، وكنت تنخاف منه باحترام، وتنخاف أنني نقلقه مني أو لمشي حاجة. غادي يدير الشركة ديالو الأولى ونصبو عليه، ودار الشركة الثانية ونصبو عليه، تسلف من عند ماما ودار للمرة الثالثة شركة وعاوتاني نصبو عليه. ماما كانت تخدم بالصباح وبالليل وكتعطيه فلوس وكتصرف عليه، قلنا ماشي مشكل. من بعد غادي يتلاقى مع واحد السيد بدا يعطيه في الخدامي وكيخدم ليه في النواغ، هذا كيخلصو هذا لا كيهز من فلوس ماما والصالير ديالها اللي كانت انا ذاك كتخلص ب 3500 درهم وكتربي زوج ديال الوليدات انا وخويا، فجا هو من الخارج وزاد همه على همنا. هي صراحه كانت صابره وكتقول ماشي مشكل راجلي هذاك وعلى الاقل جالس حدا ولادو، فهانيه تقاتلات. والقضاء والقدر شاء انه الشركه اللي كانت خدامه فيها ماما ب 3500 درهم شراتها الدوله، اللي كان اقل صالير فيها وهو ديال ماما، فشاتها الدوله الناس اللي كانوا خدامين تما في ديك البلاصه، فلقات دوك المساعدات لاقل من ماما مرتبه كيتخلصوا بالدوبل على الصالير ديالها. فالناس ديال النقابه بقاو احتقدوا لها الصالير ديالها مزيان، ولينا عايشين حسن من قبل وبزاف كاع. انا وخويا كنا تنقراو في مدرسه خصوصيه وكنلبسوا مزيان وكناكلوا مزيان، تلاجتنا ولينا كنلقاو فيها الشكلاط العصير. انا كملت قرايتي شديت الباك ودخلت الجامعه، خويا حتى هو كبر وكان تيقرا مزيان. انا بعدا كنت كنتقاتل باش انني نقرا، ولكن خويا تبارك الله ما كان تيدير حتى شي مجهود، ولكن كان ديما هو الاول والنتائج ديالو كانوا مزيانين. ما كان حتى شي حد تابعنا وكنا تنقراو، وانا كنت منخرطه في جمعيات اللي كنت كنمشي معاهم كل مره شي بلاصه لاهداف اعمال خيريه، فبابا كل مره كان تيق فيا وتيعرفني بلي انه واخا نمشي وسط 100 راجل ما عمرني ما غادي ندير شي حاجه، وفعلا عمرني ما درت شي حاجه. كل مره كنت تنسول ماما علاش كديري مع بابا هذا الشيء كامل، كتقول لي حيت هو رضى عليا بمرضي، وكيف ما شافو سيدي ربي انه رضى عليا عطاني انت وخوك. يعني ماما غير حيت قبل عليها بابا بداكشي اللي فيها بقات هزة فوق من راسها. راه منين دخل من الغربه اللي بغا كانت يلقاها، مشات تسلفات وتكلفات وشرات ليه طوموبيل باقا مازال دوبلو في، باش عمامي وخوالي ما يقولوش وهذا يلاه دخل من الخارج وكيمشي غير في الطاكسيات، غادي يبيعها حيت خصوه الفلوس. وناض ماما عاوتاني للمره الثانيه، تكلفات وتسلفات وشرات ليه طوموبيل وحده اخرى، هو هادشي كامل ما تيدخل علينا حتى شي ريال حتى شي درهم، وتنقول الحمد لله. باش تندوي مع ماما كتبقى كتقول ورزق شي على شي، داك الراجل اللي صبر معايا وهادي وهادي، ولكن راه هي اللي صبرت معاه بزاف ديال الحوايج. كتقول باللي رزقه هو اللي تنصرفه وتناكلو، حيتاش كون كنا خدامين بزوج بداك الصالير الاول كان غيكون هو هذا، يعني ماشي مشكل وانا صابره معاه، كنخرجو كنسافرو وهي اللي كتعطيني الفلوس، لدرجه انها عاطيه من لي كارت غيشه ديالها كاملهم ولي كارت ديالها كاملهم، كيتصرف فيهم كيف ما هو بغى على اساس بلي انه فلوسه. زياده على هذا الشيء ماما كانت هزاني انا وخويا من كل شيء، خويا كان تيدير الكره نتاع التنس الباسكت واكتيفيتي واحد اخرين، وهي اللي كانت كتخلص بطبيعه الحال هذا الشيء كله وكتدي وكتجيب. اما بابا تقولي ليه ولدك فين تيدير التنس، غادي يقول لك ما عرفتش. يعني فعلا ماما اللي كانت محمله المسؤوليه ديالو وديالنا من الاول حتى الاخر. بابا فاش دخل المغرب لقانا حنا مولفين على واحد السيستم مع ماما، محيلا لقاها من الجينات والناس، تيخرج كيمشي للقهوه كيشوف صحابو كيعرف ناس جداد وخوا راسو شي حاجه سميتها المسؤوليه ديال الدار ديال ولادو ولا حتى ديال المراه. خويا كان فاهم مع ماما ومصاحب معاها، ولكن انا ما كنتش قريبه منها قد ما كنت قريبه من بابا، يعني عندي مشكل مع ماما كنمشي كنعاودو لبابا، ولكن اذا كان عندي مشكل مع بابا ما كنمشيش نعاودو ليها. بابا كان فيه صاحبي وخويا وكل شيء، اذا اي حاجه شفتها واللي محتاجه نحكيها كنمشي لعندو. يعني انا كنت مصاحبه مع بابا بزاف، وفي نفس الوقت تقدري تسوليه ولادك فاش تيقراو يقولوا لك ما كنعرفش، لدرجه انه لقى اللي هز عليه كل شيء. مورا ما دخلت الجامعه خويا حتى هو غادي يشد الباك وعايشين بخير وبدون مشاكل. عمرنا ما سمعنا بابا ولا ماما كانوا كيتغاوتوا، اذا هما عندهم شي مشاكل تيخليونا حتى كنعسوا، وكانوا كيدخلوا لبيتهم وكيتناقشوا ويحلوها بيناتهم.
انت درتي هذه وانت درتي هذه. ماما واحد النهار كانت طلعت في القرعان تاع الحج في خدمتها، فقالوا ليها بلي هما اللي غادي يخلصوا عليها، هي انا داك غادي تهز شي فلوس اللي كانت كتخبيهم وكتقول بلي راه دوائر الزمان، وخلصت على بابا الحج ديالو. من موراها عاوتاني غادي تطلع فيها القرعه في العمره وغادي تنوض تخلص على بابا، وبابا للمره الالف غادي يقول ماما بغيت ندير سناك، وبطبيعه الحال غادي تمشي تكري ليه المحل وجابت ليه الالات اللي كانوا تقريبا 15 مليون، واكيد كل شيء كان بسميت بابا. هي كانت غير مولات الشكرة، غير كتجبد الفلوس وكتعطيهم ليه. من موراها جا كوفيد وبابا غادي يسد المحل وتأزمت الدعوة وقالوا فيها خير، وبطبيعة الحال ما رجعوش لهم الفلوس. يعني تنقول لكم حنا واحد العائلة اللي هي كاملة متكاملة إن أصح التعبير. أنا ساليت 5 سنين ديال القراية وغادي نتعرف على واحد السيد اللي كيف عرفته قال لي بغيت نتزوج. مشيت قلتها لماما قالت لي الله يسر. جات ماما عندنا وانا ذاك كيف قلت لكم كان كوفيد، وهذا يعني بلي انه ما تلاقيناش 4 شهور. حتى الشهر الخامس قال لي واش دار، حنا ما عارفينش هذا الشيء فوقاش غادي يسالي، شو بالك اننا نديروا العقد بما بيناتنا ونمشيو لدارنا نهار يحلوا هذا الشيء ونديروا النهار ديالنا. فعلا مشيت قلتها لوالديا ما بغاوش في الاول، وقالوا لي بلي لا انت بنت خاصك تمشي بالقيمه ديالك. حاولت نفهمهم بلي حنا حاليا في واحد الكريز اللي هي عالميه، فما عرفناش فوقاش هادشي غادي يسالي. انا هاد السيد بغيته وهو ناوي معايا المعقول، فما يمكنش نبقى انا كنجرجر معايا. ما كملناش عام درنا العقد، تزوجنا، مشيت لدارنا، فرجتها كيف ما بغيت وقديتها. انا داك واخا تخرج من الجامعه ما لقيتش مازال خدمه، فبقيت جالسه في الدار وهو كان كيخدم. في شهر زوج 2021 ماما تقاتلت مسكينه وجمعت شي بركه وقدت لي الدهاز ديالي هاري في دارنا بنقافة ودي جي. داز واحد النهار مزيان وكيف ما بغيت، مشيت رجعت لداري اللي كانت بعيدة على ماما بشي ساعة الله روب ديال المكانة. فوليت فيما بغيت نشوف ماما كنهبط عندها الخدمة وسط المدينة، يعني الأجواء ديال الدار ديالنا أنا خرجت منهم، لأنه دابا عندي حياتي وداري وكنقلب على خدمة. ماما ولات كتجي عندي وكتقول لي راه بابا كيتعطل، وأنا كنجي من الخدمة كنبغي غير نجلس معاه ولكن والو. انا بقيت كنقول ليها ماما راك عارفه بابا غادي يكون غرق غير في شي بريكول من البريكولات ديالو، وانا بالنسبه ليا بابا هو القدوه ديالي، مالك ما عندوش الحق انه يخطا. صدقوني اذا قلت لكم نشك في راسي وما نشكش في بابا. خوالي كانوا كيجيو لعند ماما تيقولوا ليها فين هو الحاج، ما عرفتش راه خدام. ويلي واش كاينه شي مره ما كتعرفش راجلها فين مشى؟ انا راجلي تيقه فيه وما كنسولوش. واه واش هذه كذا و 30 عام حنا مزوجين ما غنبقاش حتى لدابا نسولو فين مشيتي ولا جيتي. من بعد هذا الشيء اخر حاجه كان قال لي راني شفت واحد الارض وعجبتني ورخيصه دايره غير 20 مليون بغيتها، ولكن هذه المره قالت لي ماما بلي انه ما بقاش عندي باش نشريها، غادي تعيط ليا وتشكي عليا شنو كاين وشنو كاين. قلت لها ماما راكي عارفه بابا، علما انه فاش مشات للحج حلفات قدام الكعبه بلي انها عمرها ما تاخذ مازال شي كريدي من البنكه، حيتاش كانت ديك الساعه يلا سالت الكريدي نتاع الدار اللي كانت شرات لينا فين كنا كنسكنوا حنا كعائله. قلت لها هو ما تاخديش راكي نسيتي فاش حلفتي؟ قالت لي واه غادي تقلق وهادي وهادي. قلت لها عرفتي شنو صافي خوديه على قبل راجلك وربي راه غادي يسمح لك. خداته وعطاته ليه وشرى الارض وغادي تدوز 3 شهور ولا شي 5 وغادي يقول لها بلي غادي يبيعها بالضبل نتاع الثمن اللي اليوم باقا ماما مازال حاصه في الكريدي نتاعها وباقا كتخلص كل شهر 7000 درهم في البنكه. المهم انا عرفت راسي بلي انني حامله ولقيت خدمه بصالير اللي هو مزيان مقنعني. خويا مشى خرج للخارج تيقرا تما وكان تعرف واحد البنت اللي قرات معاه في المغرب وحتى هو تزوج بها، يعني دابا بقات غير ماما وبابا الراس في الراس. انا غادي نولد وجلست 3 شهور ورجعت كنخدم. فاش رجعت ما لقيتش اللي قابل ليا بنتي من غير حماتي اللي ساكنه حدا ماما، يعني كنت مضطره انني نهز حوايجي كاملين ونمشي نسكن مع ماما باش نبقى دي بنتي كل صباح عند حماتي ونمشي للخدمه. هذا هو الحل اللي لقينا باش ما نلوحش بنتي في شي كخاش ولا نجيب ليها مربيه. جلست مع ماما مزيان بخير، وصل رمضان واحد النهار كنا جالسين كنفطروا حتى نقص بابا غير بوحدو، وهنا غادي يبداو المشاكل. غادي ينطق ويقول انا بغيت نتزوج. انا وماما بدينا تنضحكوا حيت بالنسبه لينا بابا عمره ما يديرها، وماما موفره ليه كل شيء. ماما عندها دابا 57 سنه وبابا عنده 59، وباقي لحد الان المعاشره ديالهم الزوجيه كانهم عندهم 20 عام. يعني ماما كتعاود ليا بلي انها ما منقص علي حتى شي حاجه ونقيه في حالتها وديما موجوده ليه الماكله، فما عندوش علاش انه غايقول بلي انه باغي يتزوج. ماما بدات تضحك وقالت ليه ايوا تزوج الله يسهل عليك. خرج عيني وهو يقول لينا لا راه بصح. انا بديت نضحك وقلت لي واش من نيتك، حيت انا بهذا المعنى تنغير على بابا وما نبغيش شي وحده تشاركني فيه
هو عقلي وروحي واي حاجه. قلت له بابا اذا بغيتي تزوج الله يسهل عليك، ولكن انا غادي نبقى بنتك غير فوق الوراق، باش تجي شي وحده حتى الاخر تشاركني في بابا؟ لا. فاش قلت له هذا الكلام تقلق وحسيت به بلي انه بحال فعلا كان بغي يتزوج وجاي يقولها لينا ونقولوا ليه اه سير الله يسهل عليك. دخلت لبيتي وبقيت تنفكر تنقول شوف دابا ماما شحال تقاتلات مع بابا و30 عام ديال العشرة وفي الاخير يجي يقول غادي نتزوج ما يمكنش. لا غد ليه غدا انا وماما الخدمه حيت كنمشيو مجموعين في الطريق، وهي تقول لي راه بابا قال لي علاش وجدان تقلقات البارح ودوات معايا بديك الطريقه، راني كنت غير تنضحك. ماما دمها بارد وكتقولي دابا يمشي غير يمشي، المهم يبقى كيجي لعندي. ماما راه ما يمكنش درتي معايا هادشي وتتقولي لي انه يمشي. تقول لي واه راه الشرع عطاه 4. درت فيها وقلت لها اه الشرع عطاه 4 لو كان هو اللي تيصرف وقادر وتيخلص علينا ودير لينا داكشي اللي بغينا، يمشي يتزوج حتى 80 وحده ما عنديش مشكل، ولكن باش انت اللي كتصرفي عليه ومنين يربي شويه ديال الريش يقول لك انا باغي نتزوج سمحي لي ولكن لا. وسدينا هذا الموضوع. واحد النهار تسحرنا نيت في رمضان تبحوا على خير دخلت لبيتي وسديت عليا شويه كنسمعهم كيتغاوتوا، انا عمرني ما سمعتهم في هذه الحاله ولا هازين صوتهم. مشيت كنتصنت من مورا الباب ولقيتها كتقول ليه راه التليفون ديالك. لا ما غاديش نعطيه لك. اه انا تنخربق وكندوي مع الناس ومع العيالات وتنخرج معاهم وما غاديش نعطيك التليفون ديالي، واذا عطيتو ليك انت راك ما كتثقيش فيا. اه ما كنثقش فيك منين قلتي باغي تزوج بابا. تقريبا منين انا ولدت وكنلاحظ بلي انه غير هز التليفون وما كيتفرقش عليه، لدرجه انه كان تيدخلوا معاه للمرحاضه عزكم الله وحتى تيديه معاه حتى للجامع، غير اذا هبط الطوموبيله ديالو في التحت كيهز التليفون ديالو معاه، يعني تيدير شي امور اللي تيخليونا اننا نشكو فيه لدرجه انه بحال بغانا نحصلو باش حنا يبدا منا الخصام. المهم صباح ماما سولتني واش سمعتينا كنا تنهضروا؟ قلت لها لا. راه باباك حسيتو تيدوي مع واحد خيتي، ومنين قلت ليه راه نشوف شكون هو بدا كيدخل وكيخرج عليا في الهضره وما بغاش يعطيني التليفون. صافي خليه يدبر راسو، اذا هو تيدير الحرام راه هو حاج من وسيد ربي، اما اذا كان ناوي المعقول ويجي يقول لك عطيني الموافقه باش انني نتزوج ديك الساعه غادي يكون كلام اخر. وعاوتاني سدينا هذا الموضوع من جديد بسلامه. مشينا للخدمه، من بعد جينا خرجت مع راجلي، من بعد ماما دوات ليا باش انني نجيب شي حاجه، وديك الساعه كان جا وقف عليها بابا وقالت لي بلاتي عافاك قطعي تنعاود نعيط لك. انا ما قطعتش، وهنا كنت تسمع بلي انا وبابا كان جاب لماما المصحف وحط يدي عليه وقال لها قسما بالله العيل العظيم كندير حرام، قسما بالله ما تنعرف شي وحده، قسما بالله فاش قلت لكم انني بغيت نتزوج راني كنت غير تنضحك معاكم وجرتوه عليا، قسما بالله ما تندير ما كنعرف ما هادي ما هذا. تيقنا وهذا الموضوع تسد للمرة الثالثة ولكن لأشهر. أنا ذاك ماما كانت دفعت الفيزا ديالها باش أنا تمشي لعند خويا ومرتو تشوفهم، حيتاش خويا كانت عنده سوتنونس باش أنا وياخد الدبلوم ديالو. قالت لي الحاج أنا غادي ندفع الفيزا نمشي عند ولدي واش تمشي معايا؟ لا لا أنا عندي خدمة، سيري عند ولدك وتبرعي مع راسك. اش من خدمه الله اعلم، ما عرفنا شنو هاد الخدمه اللي كانت عنده اللي اصلا ما كنشوفوش فلوسها. ماما دفعت الفيزا بوحدها بحال شي ارمله وخرجت ليها ومشات. بقيت انا وياه الراس في الراس وبنتي، مره راجلي كان تيجي لعندنا كيطلع علينا ايوا السيد هنا غادي يخرجوا رجليه الشواري ولا تيدخل حتى ل 12 الوحده ديال الصباح. تنقول ليه بابا عافاك جيب لي هذيك، يقول لي سيري جيبيها لراسك انا ما مساليش انا ما جايش انا هادي انا هادي، ولا كيتسلف من عندي الفلوس حيت داكشي اللي عطاتو ماما تسالى وانا كنت نعطيه حيتاش عند بالي بلي انه داكشي ديال الخيانه ما منو حتى شي حاجه وراه سالى، وباقي لحد الان هو القدوه ديالي والمثل الاعلى ديالي. واحد النهار جهز التليفون ديالو وتيسولني اش باقا فايقه كديري؟ قلت له راني نعس بنتي وما جانيش الناس، غادي يدخل المرحله عزكم الله والتليفون ديالو غادي يخليه على برا. انا صراحه ما عرفش واش بغاني انني نشوف اشنو كاين ولا عند بالو بلي انا وقفلو هو ما تقفلش. المهم لقيتو كيدوي مع ثلاثة ديال العيالات. دخلت الأولانية لقيتو تيدوي معاها على الخدمة، دخلت لعند وحدة أخرى اللي كانت خدامة عندنا في واحد السناكات اللي كنا درنا كانت يوصلها في سبيل الله، هي بقات لاصقة فيه. جمعتهم كانت ممسوحة، كانت مصيفطة لي غير دوك التصاور نتاعها صباح الخير مساء الخير. أما الثالثة لقيت حاطة تصويرة نتاع واحد البنت اللي باقا صغيرة، يمكن إذا قدي ولا كبر مني بشي عام، ودايرة عكر أحمر مجهد النيت. وجمعتهم حتى هي كانت مسوحه، ولكن كانت مصيفطه ليه واحد النكته
اللي ما كان فيها ما يتقرا. سدي داكشي طفيت التليفون وبقيت تنقول واش نواجهو ولا لا. سكتت وما كامله شي 3 ايام على هادشي. كان بايت معايا راجلي وخلى لي الطوموبيل ديالو باش انني نوصلو فين كان هو غادي ونرجعها معايا. انا داك التليفون ديال بابا كان كيتشارجا بالشارجور ديال راجلي. بابا غيدخل الحمام قلت ليه بابا انا غادي نوصل لراجلي. قال لي سيري. دخلت الطوموبيل قال لي راجلي عافاك وجدان واخا تجيبي لي الشارجور ديالي راه واقف في التليفون ديال باباك. غير انا حيت الشارجور غادي تشعل ليكرون وهنا غادي نلقى الميساج نتاع ديك البرهوشه اللي كاتبه لي بالعربيه وبالحرف صافي واخا انا غادي نلبس حوايجي دابا وغادي نهبط نتسناك. عرفتوا شنو طرا ليا؟ شعلت فيا العافيه. كنت كنشك انه كيدوي في التليفون ولكن باش يخرج معاها ولا يصرف عليها بفلوسنا بفلوس ماما ما تقبلتهاش. تأزمت وكملت داكشي اللي كنت غادي ندير في دوك اللحظات. ما قلت والو لراجلي ووصلته. في الرجوع ديالي هزيت تليفوني وتفرقعت على واحد صاحبتي اللي الاسرار ديالي عندها في بير. تمكي وكنشهق قلبي غادي يسكت ورجلي ما هزنيش. كنغوت لربي اللي خلقني حتى تقاد ليا الصوت. واش انا بابا هو القدوه ديالي دار هادشي بماما؟ صافي حتى راجلي غادي يدير ليا نفس الحاجه واحد النهار. ما تقبلتش هادشي وبقى داك الميساج كيدور ليا في راسي. حتى وصلت للدار ولقيت بابا مطراسي للحياه لابس الشورت وقميجه. تخيلوا ديال من؟ ديال خويا اللي كان خلا وماشط الشعر ديالو وعامر بالريحه. وقال لي انا خرجت بسلامه. سديت وكرهت واحد الكره بكل ما فيا. واخا بابا ولكن ولا كيجيني موسخ ومعفون وما بقيتش قادره نشوف ليه حتى في عينيه فاش نحس بيه بلي انه غادي يجي بكري. واخا ما كيجي 12 الوحده ديال الصباح كندخل نسد عليا انا وبنتي ونقفل عليا واخا ما نعساش غير باش ما نشوفوش. ولكن اش من وجه غادي نشوف فيه وهو تيخرج مع وحده اخرى من غير ماما؟ هادشي علاش بغا زعما تمشي عند خويا بوحدها؟ ما علينا. دوزت اكفى سيمانه في حياتي من موراها غادي يصيفط ليا واحد الميساج انا غادي نتعطل غادي مع صحابي للبحر. وعمرو ما كانوا عنده الصحاب اللي يمشي معاهم للبحر. مشى ما جا حتى نصاصات الليل. المهم ولا كل نهار كيخرج ليا بلان. وكيف قلت لكم بابا ولا تيشكني في راجلي واخا الله يعمرها دار. ما غادي نقول حتى شي حد هاد السر والا غادي نتسمى بلي انني خربت البيوت ولا جبت الصداع. فوق من هادشي كله ما عندي حتى شي دليل عليه باش انني نوريه لماما. داز هذيك انا غادي نشد الكونجي ديالي ورجعت لداري. ماما قربت تجي وغادي يبدا يدوي ليها ويقول ليها توحشتك اجي. وهو انا ذاك كان غير تيقلق لها باش يعرف فوقاش هي جايه. انا ما قدرتش نتواجه معاه حيتاش غيقول ليا تزوجتي ودرتي حياتك الله يعاونك. انا عارفه بلي انه بابا قاسح ويقدر يضحي بيا باش انه ما يتفضحش. خلق ليا مشكل في حياتي اليوم وعقدني من الرجال بسبب هادشي اللي دار. انا بقات فيا ماما فهادشي كله حيتاش لدابا هي باقا كتخلص في داك الكريدي ديال الارض على قبله. واخا عييت ما نصح فيها وندوز ليها رسائل بطريقه غير مباشره ولكن والو. اللي فراسها فراسها. انا اليوم ما عرفتش شنو ندير وانا اليوم تنحاول اني ما نتلاقاش انا وياه حيتاش ما قادراش نواجهه وما قادراش نشوف فيه النظره ديال بابا على هادشي اللي داير. اذا عندكم شي راي ما كرهتش انكم تعتقوني به. هذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكايه وجدان يا سادة يا كرام. انا في الخاص كنت هضرت معها وقلت لها بلي انه يا اما خصك تواجهي يا اما تقولي لماماك هادشي بطريقه اللي هي غير مباشره. ولكن في الاول والاخير خصك تستري لانني كنت سمعت عند واحد الشيخ بلي انه دينيا اذا كان شي امور بحال هكا خصنا نسترو ولكن داك الشخص اللي معني بالامر خصنا نوصلو ليه هاد الرساله بلي اننا عرفنا مره نصحوه دينيا. هذا كان اقتراحي على وجدان وهي لحد الان ما عارفه شنو غادي دير وما قدرش مازال تاخذ قرار. فاذا كان عندكم شي راي عافاكم ما تبخلوش عليها تعطيوه ليها وتوجهوها شنو دير لانها حاليا هي تالفه وهذا الشيء باقي مازال جديد. ف كنتمنى انه هذه القصه ولا هذه الحكايه تكونوا استفدتوا من العبره ديالها وتكون نالت اعجاب ديالكم. دائما ليست للفرجه ولا للمتعه ولكن للعبره. فخلينا نقول لكم الى بعد غد ان شاء الله. هنا كتسالي الحلقه ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.